الاهتمام بالشباب هو واجب السياسي، واجب المجتمع المدني، وواجب المجتمع ككل. وعلى هذا الأساس ففسح المجال للشباب وفي جميع المجالات يعتبر استراتيجية أساسية في إنجاح السياسات المختلفة. فقط أننا عندما نؤسس لهذه الفضاءات على غرار المجلس الأعلى للشباب، يجب أن يكون محطة لفرض قواعد ومعايير أساسية للتوظيف والتعيين والانتخاب إلى آخره. مبدأ الكفاءة، مبدأ المصداقية، مبدأ الأمانة، مبدأ الالتزام، هي مبادئ يجب أن يتعلم عليها الشاب الجزائري. وعلى هذا الأساس فالاختيارات يجب أن تبنى بقواعد صحيحة تعيد للثقة مكانتها وتعيد للمصداقية مكانتها. نتمنى أن هذه المعايير محترمة حتى نعيد الاعتبار للشباب من خلال بسط عديد القواعد المطلوبة.